تسبب ارتفاع الكوليسترول الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية، منها تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكتة الدماغية عفاكم الله. تحدث هذه الأمراض نتيجة انسداد الشرايين أو ضيق أو انسدادها، فما هي أسباب وأعراض ارتفاع الكوليسترول وما هو جديد الأدوية المخفضة له؟ للحديث طبعا عن هذه المواضيع وأخذ النصائح ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسان التميمي، استشاري أمراض القلب. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. أهلين. صباح الخير دكتور. مؤخرا في بعض الدراسات اللي أظهرت أنه التحذيرات، كنا دائما نسمع تحذيرات أنه والله البيض الريدس أو الشريمب بيرفع من الكوليسترول، بعدين اتضح أنه يمكن العوامل النفسية مثل الاسترس أو الضغط خطرة أكثر من الأطعمة، إلى أي مدى هذا صحيح؟ إذا ممكن تشرح لي. هو موضوع عوامل الخطورة بشكل عام إلى تأثيرات مختلفة على أمراض القلب والشرايين. الارتفاع الكوليسترول، نحن عادة نحذر من الدهون المشبعة الموجودة بالزبدة والسمون والديب فرايد الأشياء. البيض تبين بكميات قليلة الدهون موجودة فيه دهون جيدة، وبالتالي التحذير من عدم أكل البيض أخذ أهمية أقل كما كان يذكر بالسابق. هلأ الاسترس هو من أهم العوامل، لأن ارتفاع الأدرينالين بالجسم نتيجة ارتفاع زيادة الاسترس يؤدي إلى أشياء كثيرة، من ارتفاع الضغط، ارتفاع تسرع النبض. الضغط عامل كثير أساسي، وبالتالي مشاركة عدة عوامل على بعض هي تشكل يعني شوية ستريس على ارتفاع ضغط خفيف على ارتفاع كوليسترول. الاشتراك بهالعوامل المشتركة هي سبب أساسي في المشاكل القلبية. طيب دكتور، لو نتحدث على أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، هل هو يكون اضطراب مثلا في جهاز البنكرياس أم ماذا؟ سؤال كثير مهم صراحة، هذا اللي بيدخلنا على موضوع الدواء الجديد. هلأ تفهمنا لآلية كيف يتخلص الجسم من الكوليسترول الضار، هذه نقطة كثير مهمة. يبدو هناك مستقبلات موجودة على سطح الخلية الكبدية تستقطب الكوليسترول الضار وتدخله إلى داخل الخلايا الكبدية وتتخلص منه. هلأ دائما نواجه بالعيادة أو بشكل عام أنه ناس غير محمية تأكل كل شيء وأرقام جيدة، والناس تحاول جهدة ودايتينج، ولكن أرقام لا تتغير. السر الأساسي في هالموضوع هو عدد هذه المستقبلات في خلية كل شخص. في عندك سبيكتروم واسع، في ناس عندها كمية كبيرة من المستقبلات وفي ناس ما عندها مستقبلات نهائيا. طب هنا عامل الوراثة بيلعب دور. أنا شايفة ناس نحيفين، يعني نحف وعندها كوليسترول، وأنا بستغرب يعني exactly. ومش بالضرورة أنه مثلا هي بتاكل الأكلات اللي بتعلي الكوليسترول. بالضبط، وهذا الاختلاف في نسبة الكوليسترول بين الأشخاص بشكل عام. اكتشف من حوالي 10 سنين جين موجود على كروموزوم رقم 1 هو يلعب دور أساسي في استقلاب الكوليسترول. هلأ الجديد في الموضوع واللي على أساسه طور الدواء الجديد، هو هناك طفرة جينية بهذا الكروموزوم تؤدي إلى أنه الكبد يفرز بروتين يسمى PCSK9. لاحظي كيف البروتين يعطل عمل الـ LDL ريسبتر، وبالتالي الجسم غير قادر على التخلص من الـ LDL اللي هو الكوليسترول الضار. أوكي. الدواء الجديد اللي عمل ضجة كبيرة هو عبارة عن دواء عضوي، يعني لأول مرة في موضوع تداخلات طبية يصمم دواء على مستوى مولكولر جيناتكس، يصمم بروتينيا ويحقن تحت الجلد لكي يتحد مع البي سي اس كينان، هو هذا البروتين الضار، ويمنعه من تدمير خلايا الموجودة على سطح الكبد، وبالتالي اللي هي بتخلص الجسم من الكوليسترول. exactly. وبالتالي صار في عنا تسهيل هائل لآلية الجسم للتخلص، يعني مجرد ما نحن نثبط عمل البروتين اللي هو بي سي اس كي 9 في الكبد، المستقبلات بتصير فعالة، والمستقبل الواحد تقريبا بيشتغل 50 مرة. فلهذا بعد فترة اكتشفنا انه هالتفاوت في نسبة تعامل مع الكوليسترول من شخص إلى آخر هو عدد المستقبلات الموجودة عندنا. بس هذا هو جديد العلاج، هذا الجديد يعني الثورة الطبية الجديدة. exactly. يعني هذا ما بس أنه
دواء جديد يضاف الى ادويه الكوليسترول، لا، اليه مختلفه تماما. كذلك يناسب هذا لمن عندهم او يعانون من مرض مزمن كالسكري يعني. اكيد يعني هلا عم تلاحظ معظم التدخلات الحديثه هي تعطى بشكل مبرمج وديزايند لموليكول معين. يعني في كثير ادويه هلا السكري تعطى عن طريق الحقن، الدواء الجديد بالكوليسترول هو يسهل لهالسبب، بيختلف تماما عن الادويه الاستاتينات الموجوده حاليا. سريعا جدا سريعا جدا دكتور، عادة الأدوية الكوليسترول يعني لا تصلح ما أفسده الدر، خلص اللي عنده كوليسترول رح يكمل ويكمل على الدواء مدى الحياة، هذا الأسلوب الجديد فترة معينة وخلاص يختفي الكوليسترول ولا لا؟ مش مقدر يختفي، تصور ان احنا هلا في تطوير ادويه خلال السنه يمكن تحقن مره سنويا وما في داعي تاخذي ادويه الكوليسترول كحبوب. ممتاز. طبعا احنا نشكرك طبعا الدكتور حسان التميمي استشاري امراض القلب، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور.